لم تتوقف معاناة المستشفيات في شمال قطاع غزة إلى هذا الحد، بل المعاناة تتفاقم أيضا إلى الكادر الطبي الذي لا زال يعمل على مدار 40 يوما من دون أن يرى أحد منهم أهله أو يتصل حتى بهم. فهؤلاء الجنود المجهولون الذين يعملون ليل نهار، سنرصد يعني معاناتهم في ظل هذه الحرب وفي ظل العمل المتواصل. معنا الآن الحكيمة أنهار حمودة، ستتحدث يعني لنا عن كيفية تواصلها مع أهلها، كيف يتم التواصل إذا كان هناك تواصل يعني في ظل انقطاع الاتصالات وانقطاع الانترنت. يعطيك ألف عافية دكتورة. الله يعطيك، الله يخليك يا رب. كيف بتتواصل عن طريقة تواصلكم مع أهليك في ظل هذا العمل؟ والله إحنا منذ بداية الحرب لحتى اللحظة لحتى الآن فقدنا الاتصال بأهلينا. طبعا إحنا كل ما يكون قصف في شمال قطاع غزة نتوجه إلى قسم الاستقبال والطوارئ لمعرفة هل أهلينا بخير ولا لا. إحنا للأمانة يعني قلوبنا بتتقطع على أهلينا، يعني أنا زوجي أولادي ما شفتهم، مش يعني يوم 40 يوم الحرب مثلا، اليوم 40 أنا ما شفتهم، مش أنا فقد الاتصال فيهم. بروح على الاستقبال وبرجع بطمن كل ما يكون في قصف هل هم بخير ولا مش بخير. فربنا يفك كربتنا ويفرجها، وإن شاء الله شعبنا شعب فلسطين شعب غزة بإذن الله منصورين إن شاء الله رب العالمين. و يعطيكم ألف عافية إن شاء الله. يعني في ظل هذه المعاناة أيضا ننوه إلى أن الأجهزة بسبب أزمة الكهرباء أيضا نحن رصدناها يعني وشاهدناها عدم وجود كهرباء في هذه الأجهزة في ظل الأزمة التي تعاني منها غالبية مستشفيات قطاع غزة وبالأخص يعني مستشفيات الشمال بسبب انقطاع التيار الكهربي. الآن نتجه إلى رئيس قسم هذه الوحدة، وحدة العناية المركزة. يعطيك ألف عافية دكتور. الله يعافيك يا رب، الله يسعدك. دكتور تحدثنا عن الأزمة بشكل كامل، أزمة العناية المركزة وما تعانيه. بالنسبة للعناية المركزة في المستشفى الأندونيسي، هي عبارة عن العناية المركزة اللي هي المركزية في شمال قطاع غزة، بتغطي تقريبا 400,000 نسمة في شمال قطاع غزة، متكونة من 10 أسرة في الأيام العادية. 10 أسرة تم تمديدها إلى كذلك 15 سرير في العناية العلوية للمستشفى الأندونيسي. 25 عناية مركزة موجودة في العناية في الشمال ممتلئة بالكامل.